كمان النهاردة هيكون في مجموعة من الأخبار المهمة الخاصة بالاستعداد لامتحانات آخر السنة، وكمان الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري وأيضا في دوري أبطال أوروبا. وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التعليم العالي هتعمل اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بالمديريات والإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام. والعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات من العيار الثقيل في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا والأهلي مع طلائع الجيش، وده هيكون الساعة 9:30 بالليل. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مواجهة مهمة في إطار مباراة الذهاب في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الأسباني الساعة 9 بالليل.